اهلا، نورتوني في قناة ام يوميا. وكانت اول مرة تشوفوني فانا بعمل وصفات حلو وحادق وكمان وصفات صحية. عشان توصل لكم الوصفات الجديدة يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. وصفتنا النهاردة هو المجرود او المقروط، وده من اهم الحاجات على سفرة العيد في ليبيا وتونس والجزائر. انا حبيت اشارك معاكم الوصفة دي لان هو فعلا حاجة مميزة جدا ولذيذة جدا جدا جدا. هو بيدمج ما بين القرمشة والترميل وفي نفس الوقت الذوبان في البق. ويلا بينا نبتدي مع بعض. اول حاجة هنجهز شربات تقيل، كوبايتين سكر وكوباية مية ومعلقة كبيرة عصير ليمون، واحطهم على النار يغلوا 10 دقايق لغاية ما يقعد معايا ويبقى قوامه تقيل. هدخله التلاجة عشان يبرد تماما. انا هقول المكونات كلها بالكوباية، وفي اخر الفيديو هجمع لكم المقادير بالكوباية وبالجرام. عندي هنا نص كوباية مية، احط عليهم معلقة كبيرة ماء ورد او ماء زهر وهسيبهم على جنب. هجيب عندي بولة كبيرة هخلط فيها كوبايتين ونص ميت بسبوسة اللي هو بيبقى لحد ما ناعم، وتلات ارباع كوباية دقيق جميع الأغراض، وهضيف لهم تلات ارباع كوباية زبدة سايحة بس ما تكونش سخنة، يعني اسيحها واسيبها شوية تاخد حرارة الغرفة، ونص كوباية زيت. ومعلقة صغيرة ملح. هبتدي ان انا اخلط المكونات بتاعتي بالطريقة دي، يعني بصوابعي كده كأني بنبش العجين. اتأكد ان كل جزء من السميد والدقيق اختلط مع المواد الدهنية بتاعتي. كده خلاص تقريبا السميد اختلط خلاص بالمواد الدهنية ومفيش اجزاء ما فيهاش. هبتدي ان انا الم العجينة بتاعتي بالمية اللي انا حضرتها بالتدريج، محطهاش كلها دفعة واحدة لاني احتمال ما احتاجهاش كلها، او ممكن كمان ان انا احتاج ازود لها شوية صغيرين كمان. هبتدي ان انا اضيفها جزء جزء واخلطها بالعجينة بتاعتي. طبعا العجينة بتاعتي كده لسه ما لمتش، احتاج ان انا ازود مية تاني. هحط باقي المية بتاعتي وهبتدي ان انا اخلط العجين، واحاول ان انا في الخطوة دي ما اخلطش كتير، ما افضلش اعجن فيها كتير، مجرد بس ما تبتدي تلم معايا خلاص هوقف عجن على كده. وانا هوريكم القوام اللي احنا محتاجين ان احنا نوصله.
اهو كده العجينة بتاعتي ابتدت متفرفتش معايا وبقت لمة على بعض، بس نلاحظ ان هي كأن المية لسه ما اندمجتش كويس في العجين. ففي خطوة مهمة جدا هنا لازم نعملها، ان احنا هنسيب العجينة ترتاح ساعة. في الساعة دي السميد بتاعي هيشرب المية وهتبتدي العجينة تبقى عجينة ماسكة نفسها شوية، اعرف ان انا اقدر اشكلها. هبتدي احضر الحشو بتاعي. عندي 250 جرام عجوة، يعني ربع كيلو عجوة، واحط عليهم معلقتين كبار زبدة سايحة، معلقة صغيرة قرفة، معلقتين كبار سمسم، ومعلقة صغيرة ماء ورد. هعجنهم كويس بحيث ان انا عايزة العجوة بتاعتي تكون ناعمة، مش عايزة يكون فيها اجزاء من التمر ما تكونش طرية معايا، او ممكن انا استخدم العجوة المطحونة خالص، دي بتبقى ناعمة خالص يعني. كده خلاص جاهزة معايا. هبتدي ان انا اخد جزء منها وافرده بالشكل ده بحيث ان هو يبقى معايا اسطوانة رفيعة وطويلة. بالشكل ده كده هجهز بقية الحشو بتاعي بنفس الطريقة. كده حضرت الحشو بتاعي كله، ودي العجينة بتاعتي بعد ما ارتاحت الساعة. بصوا بقت ماسكة نفسها ازاي، ما بتصرفتش معايا، وفي نفس الوقت ما فيهاش مية مسيلاها خالص، يعني السميد شرب المية خلاص واندمجوا مع بعض، وكده هقدر ان انا استعملها. هاخد جزء من العجينة بتاعتي واعمله على شكل اسطواني ارتفاعه عالي شوية، احاول ان انا اساويه من الجوانب. بعدين بصبعي احاول ان انا اعمل تجويف طولي، بس مفصلش الجزئين العجينة عن بعض، انا عايزاهم من تحت يكون لسه فيه جزء عجين، يعني موصلش لغاية الاخر. اعمل تجويف بس عشان احط فيه الحشو بتاعي. بعدين ابتدي ان انا اقفل على الحشو، واخد جزء من العجين اليمين على الشمال، وابتدي ان انا اقفلهم على بعض بصوابعي، وراعي ان السميد بيخلي العجينة لحد ما مش مترابطة قوي، يعني ما اضغطش عليها جامد علشان ما تتقطعش معايا.
وهبتدي ان انا اضغط عليها واقفلها والفها بالراحة عشان ما تتقطعش، بحيث ان انا اسويها من جميع الاتجاهات. كده سويت العجينة بتاعتي، هبتدي ان انا اقطعها بالسكينة على زاوية 45. بعدين هستخدم المنقش علشان ازينها، ودي فكرة تانية للتزيين. هعملكوا واحدة كمان من فوق عشان تركزوا في خطوات التشكيل كويس.
شايفين شكل الحشو بتاعي من جوه عامل ازاي؟ كده حضرت العجينة بتاعتي خلاص كلها، ندخلها فرن 180 درجة من غير ما نشغل الشواية ولا المروحة لغاية ما يبقى لونه ذهبي. اخد بالي ان هو هياخد وقت طويل شوية، يعني ممكن ياخد ساعة او اكتر في الفرن عادي، مقلقش اسيبه ياخد وقته خالص لغاية ما يستوي، بعدين هطلعه وهو سخن ابتدي ان انا اسقيه بالشربات البارد. هسيبه منقوع عندي في الشربات من 4 ل6 ساعات لغاية ما يشرب الشربات اللي هو محتاجه كله، بعد كده ممكن ان انا بقى اطلعه من الصينية براحتي. اهو هنا كده بعد 6 ساعات، شايفين شرب الشربات ازاي؟ كده هو خد كفايته خلاص من الشربات واتحلى وبقى دايب بقى من جوه، والشربات ده برضو من الحاجات اللي بتدوبه معايا كده وبتخليني وانا باكله بحس ان هو قد ايه مقرمش ومرمل وفي نفس الوقت بيدوب في البق. حقيقي وصفة مميزة جدا وتستحق التجربة، ومش صعب خالص في عمايله، وصفة سهلة جدا. أنا شخصيا بحبه جدا، ومن الحاجات المميزة والمفضلة بالنسبة لي، فهستنى ان انتوا تجربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات. ولو في اي حد عنده اي وصفة حابب ان احنا نشاركها مع بعض ممكن يكتبلي تعليق، وهشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.